أيضا أستاذ خالد، يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد دائما في لقاءاته واتصالاته مع زعماء العالم أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ولإيصالها لأهالي غزة ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. كيف ترى أهمية هذا التأكيد لتعميق المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي نحو التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي ضدهم؟ نعم أستاذ رغدة، يعني هو ما يقوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأمر الواقعي والذي يعبر عنه أيضا كافة منظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض في قطاع غزة، وهي أن المشكلة لا تكمن فقط في إدخال المساعدات الإنسانية أو زيادة حجمها، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في وقف العدوان لكي يكون هناك فرصة من الأساس لإدخال هذه المساعدات الإنسانية. يعني طبعا احنا تابعنا صدور قرار مجلس الأمن الأخير ب 13 موافقة من أعضاء مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. هو لم يدعو بشكل مباشر إلى وقف إطلاق النار، ولكن دعا إلى خلق الظروف التي قد تؤدي إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وكذلك زيادة المساعدات الإنسانية والوصول إلى هدن إنسانية حتى قصيرة تستمر لعدة أيام من أجل التعامل مع الوضع الإنساني شديد الصعوبة في قطاع غزة. ولكن للأسف ورغم يعني امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وعدم استخدام حق النقد الفيتو، لم نرى خطوات عملية حتى الآن على الأرض من أجل تنفيذ هذا القرار الصادر من مجلس الأمن، ولو على الأقل من أجل التعامل مع الموقف شديد الصعوبة تحديدا في جنوب قطاع غزة. يعني تتناقل كافة التقارير التابعة للأمم المتحدة أنه يوجد الآن في جنوب قطاع غزة ما يقترب من 1,700,000 مواطن فلسطيني. منظمة الصحة الدولية WHO قامت مؤخرا بزيارة المستشفيات في منطقة جنوب قطاع غزة وحذرت من أنها غير قادرة على التعامل مع الواقع يعني شديد الصعوبة والمئات من الجرحى الذين يصلون إليها كل يوم، وأن المستشفى الوحيد الرئيسي المتبقي في مدينة خان يونس مستشفى ناصر الآن يستقبل ما يزيد عن 3 أضعاف من قدرته الاستيعابية، وهناك تهديدات بانتشار الأمراض وكذلك المجاعة. فكل هذه الأمور هي يعني هي الداعية الرئيسية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الضرورة والأولوية هي لوقف إطلاق النار ثم التعامل بعد ذلك مع المشاكل السياسية العديدة التي ستترتب على ذلك. ولكن نحن جميعا نعلم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وتحديدا بنيامين نتنياهو في مأزق شديد الصعوبة، يعني هو مستقبله الشخصي موجود على المحك، هناك الكثير من الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها بحكم وجود عدد كبير من الوزراء اليمينيين المتطرفين فيها، وطبعا هناك الضغوط الأمريكية، وطبعا كما أشرتم في البداية إلى الزيارة التي يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع مستوى الآن اليوم إلى الولايات المتحدة من أجل مناقشة مستقبل الحرب.